وترلاند أول مدينة مائية بفلسطين، فيها مجموعة من الألعاب للكبار والصغار حسب مواصفات ومقاييس عالمية، فيها مجموعة من الأماكن الترفيه الأخرى مثل مطاعم كافتيريات، وفيها كمان مجموعة من البرك، في برك خاصة للنساء وبرك للأطفال وبرك للشباب البالغين. والمدينة المائية بتوسع حوالي 2000 شخص، نستقبل الزوار جميع أيام الأسبوع، نستقبل المدارس والجامعات والجميع من جميع المدن الفلسطينية، والأسعار تتناسب مع جميع الناس، هي أسعار في متناول الجميع أو متناسبة مع الخدمات اللي إحنا بنقدمها من أكل ومن طعام وشراب وأراجيل وخدمات أخرى. هلا بالنسبة للخطة المستقبلية، إحنا إن شاء الله رح نوسع المكان ليكون في يستقبل عدد زوار أكثر. رح نوسع المكان بحيث إنه نضيف مجموعة ألعاب جديدة تتناسب مع جميع الأعمار، ويكون تجربة دخول الووترلاند هي تجربة فريدة من نوعها بفلسطين، كما إنها أول مدينة ترفيهية مائية بفلسطين.